من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال متى الرسول: دعا يسوع تلاميذه الاثني عشر فأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الشعب من كل مرض وكل علة. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: الأول سمعان الذي يدعى بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب بن زبدة، ويوحنا أخوه، وفيلبس، وبرتولماوس، وتوما، ومتى العشار، ويعقوب بن حلفة، وتداوس، وسمعان الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وقد أوصاهم قائلا: لا تسلكوا طريقا إلى الوثنيين، ولا تدخلوا مدينة للسامريين، بل اذهبوا بالحري إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وفيما أنتم ذاهبون نادوا قائلين: لقد اقترب ملكوت السموات حقا، والأمان لجميعكم.